الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صدر مصف الاستحقاق الوطني أن يزدي تكريما بوسام الاستحقاق الوطني للرياضيين الجزائريين الفائزين في الألعاب الأولمبية سنة 2024. إن هذا التكريم المستحق من قبل السيد رئيس الجمهورية لهؤلاء الأبطال لا يعود تثمينا وتشجيعا لهم نظير ما قدموه من جهد وما كابدوا من أتعاب، فصبروا واحتسبوا وفازوا بالمراتب الأولى. أرجو من الآنسة إيمان خليف أن تتقدم لتوشيحها بوسام الاستحقاق الوطني من طرف السيد رئيس الجمهورية بوسام بعد التعهد من مصر. الرياضية إيمان خليف توجت بالملاكمة وكانت من الأبطال، توجت بالذهب، تحظى بوسام بدرجة عهيد من المصف، كما تحظى في الوقت ذاته بشهادة إشعار بإسداء درجة وسام عهيد من المصف ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية، كما يحظى مدربها السيد محمد شعوى بمكافأة مالية هو الآخر. السيدة كاميليا نمور. الآن كاميليا نمور توجت بالذهب في اختصاص الجمباز في أولمبياد باريس لسنة 2024، تحظى بوسام بدرجة عهيد من المصف يسلمه إياها السيد رئيس الجمهورية وشهادة إشعار بإسداء درجة العهيد من المصف، إضافة إلى مكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية، كما يحظى مدربها السيد مارك ميشيل شيريسانكو بمكافأة مالية هو الآخر. السيد جمال سجاتي. الرياضي المتألق جمال سجاتي سليل مؤسسة الجيش الوطني الشعبي توج بالبرونز في الألعاب القوى اختصاص 800 متر، يحظى بوسام بدرجة جدير من المصف وينال شهادة إشعار بإسداء درجة جدير من المصف ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية، كما يحظى مدربه السيد عمر بنيدا بمكافأة مالية هو الآخر، والذي تحضر عنه زوجته السيدة نورية بنيدا مراح. جمال سجاتي المتوج بالبرونز مشرفين الجزائر في الألعاب الأولمبية بباريس لسنة 2024. هو يوم أكيد يوم مميز أني تلقى وسام استحقاق من طرف رئيس الجمهورية. أنا فخورة بهذا الشيء، نشكر سيد رئيس الجمهورية على هذا الوسام، وأنا فخورة كوني أنا وعائلتي أكرم في هذا اليوم. رئيس الجمهورية هو قريب قلوبنا، ظريف في كلماته، الحمد لله كانت كلمات متبادلة تعبر عن الحب والروح الوطنية. هذا الشيء اللي نعتز ونتشرف به احنا جزائريين ونتشرف به ولدي. الحمد لله على هذا الانجاز التاريخي لبلدنا الجزائر، واليوم راني فرحان في الاستقبال عند رئيس الجمهوريه. الحمد لله يا ربي وصلنا لهذا النهار. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي. J'ai été honorée de rencontrer Monsieur le Président. Je ne pensais pas un jour le rencontrer, mais non, franchement, c'était génial et il nous a très très bien accueillis et c'était très très bien. Un très très grand honneur, vraiment beaucoup d'émotions parce que voilà, on a senti tout l'amour d'un peuple en fait à travers cette cérémonie aujourd'hui et voilà, c'est très émouvant. C'est très émouvant. C'est un honneur pour nous.
d'avoir été accueilli ici au palais présidentiel par le président en personne. Et donc c'est une grande fierté aussi pour nous et on était très très heureux de pouvoir lui parler, lui serrer la main. Et voilà, c'est une grande fierté. كان استقبال حار من رئيس الجمهورية، شفنا الابتسامة متبادلة على الناس كاع، وأنا جد فخور بهذا، ووالدي اليوم سعداء باللقاء تاعهم معاه، والله غير أنا جد فخور بهذا الإنجاز، وإن شاء الله من القدام إن شاء الله نزيدوا نرفدوا الأعلام أكثر، ونتمناوا مستقبل زاهر لبلادنا إن شاء الله. أول مرة حاجة في حياتي ربح جمال وتلقيت الرئيس، الحمد لله يا ربي، هذه حاجة ماشي سهلة، استقبال مليح، الله يبارك، يعني ما عنديش واش نعبر. الحمد لله يا ربي تقبلنا الرئيس تاعنا صبرنا استقبال غالي. الحمد لله يا ربي وربي جمال يحفظه ومازال ان شاء الله صغير ويجيب لنا ميداليات واحد اخرين ان شاء الله نفرحوا بهم ان شاء الله.